أهلا بيكم في فيديو جديد من قالوا إيه علينا. تقرير النهاردة من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اللي بتتكلم عن فضيحة الصدقات اللي السيسي بيحشد بيها أنصاره عشان يعملوا له توكيلات وكمان عشان يروحوا ينتخبوه بعد كده. التقرير بعنوان الاعتقالات والصدقات، كيف يهندس السيسي في مصر انتصارا انتخابيا آخر. إزاي السيسي بيرتب فوزه في الانتخابات الجاية عن طريق إنه بيعتقل معارضيه وبيضايق عليهم وبيدي رشاوى وصدقات لأنصاره. نبدأ مع بعض ونشوف في وول ستريت جورنال بدأ التقرير ده ازاي. بتقول ان الولاية التالتة هتعزز موقف السيسي ان هو يقعد في السلطة 6 سنين كمان، فده هيمنحه وقت انه يغير القانون عشان يقعد في السلطة وقت اطول. فهنا الول ستريت جورنال بدأ بداية مختلفة شوية فيها قدر من عالي من التشاؤم ان الراجل هيقعد يا جماعة في السلطة عشان يكمل فيها فترة اطول من 20-30. بتتكلم ان منافسين السيسي بيواجهوا صعوبات كبيرة جدا في الوصول لمكاتب الشهر العقاري وان هم يعملوا توكيلات وانصارهم يعملوا توكيلات، لكن بتنقلنا مباشرة عن انه حصل بعض المصريين على وجبات غذائية مقابل دعمهم. والله انا مكسوف، يعني انا مكسوف ان في مجلة امريكية ولا صحيفة امريكية بتكتب انه في راجل زي ده قاعد في السلطة بقاله 10 سنين بيوزع وجبات غذائية على الناس عشان تروح تعمل له توكيلات، لكن ده اللي مكتوب. بتتكلم بعد كده انه الجنرال اللي وصل للسلطة بانقلاب عسكري منذ 10 سنوات هيسعى لتعزيز مكانته. نشوف بقى العقبات اللي عنده: وسط اقتصاد مشلول، تضخم يتجاوز 10%، ديون وطنية مرتفعة، ازمة صحية مستمرة، وتقليص المساعدات الأمريكية. فهنا وول ستريت جورنال بتحط له التحديات المباشرة اللي هو هيواجهها في الفترة الجاية واللي هو بيواجهها أصلا العشر سنين اللي فاتوا. بتقول كمان إن المخاطر اللي بتحيط بانتخابات ديسمبر، واستخدمت كلمة المخاطر، هي شايفة أنها مرتفعة للغاية بالنسبة لحاكم مستبد معروف بفوزه في الانتخابات بنتيجة ساحقة بما في ذلك 97% في 2018. بتقول إن السيسي حالياً بيواجه أصعب لحظات حكمه منذ 2013. ليه؟ لأن في تضخم في أسعار الغذاء أكتر من 70%، ودي ملاحظة عبقرية من اللي كتب تقرير الول ستريت جورنال. الحقيقة إن أكتر من 70% من الأصوات الانتخابية للمصريين اللي هينزلوا صوتوا، 70% منهم من الطبقة العاملة اللي هي مسحوقة. الطبقة دي أصلا بتعاني من التضخم، ضعف القوى الشرائية، بتعاني من ارتفاع الأسعار، طبقة مسحوقة فعلا، ودول اللي السيسي بيحاول يجيبهم بيه الوجبات الغذائية. وهنجلهم في الآخر لأنه وول ستريت جورنال عاملة بعض المقابلات والمشاهد مع ناس منهم. بيقول كمان إن بدأ المشهد في مصر دلوقتي إن في انتقادات علنية نادرة من أشخاص موالين للنظام في السابق بس بينقلبوا عليه دلوقتي، وأصبح في شعور عام لدى أوساط المصريين المعارضة والناس اللي انقلبت على السيسي إن هو مش مستقر، موقف السيسي خطر، ان هو يعاني من عدم استقرار. طيب، وده بان عليه بالمناسبه في مؤتمر حكايه وطن، الراجل كان متوتر بشكل غريب جدا. بتقول انه عبد الفتاح السيسي اعلن ترشحه في مؤتمر حاشد يوم الاثنين بالليل من داخل العاصمه الاداريه الجديده، لكن لا يفوت الول ستريت جورنال انها تقول لنا انه يا جماعه العاصمه الاداريه الجديده دي هو مشروع ضخم جدا بدا تحت قيادته في الصحراء، واستخدموا عباره عبقريه: ما زاد من كومه الديون الحكومية. فهو الراجل رايح العاصمة الإدارية بيعلن ترشحه من مكان أصلا مسار انتقاد أو محل انتقاد كبير جدا، والناس بتقول الله يعني منك لله شيخ إيه اللي انت عملته فينا ده. نرجع لول ستريت جورنال اللي بتقول إن المشرعين الأمريكيين تحديدا داخل مجلس الشيوخ اتخذوا قرار بحجب 235 مليون دولار من المساعدات الأمريكية للجيش المصري بسبب سجل مصر السيء في حقوق الإنسان وانتهاكات سيادة القانون. كمان بتشير الول ستريت جورنال في التقرير ده للتقرير اللي هم نشروه قبل كده من شهرين هم ونيويورك تايمز، ان السيسي كان هيودي أسلحة لروسيا ورفض يودي أسلحة لأوكرانيا، وبالتالي أصبحت موثوقيته كحليف لدى الولايات المتحدة الأمريكية محل شك كبير. بتنقلنا بعد كده على فكرة قرار الانتخابات الرئاسية المبكرة، وبتقول ان هو القرار ده اصلا اتخذ لانه الراجل ناوي ياخد قرارات اقتصادية صعبة جدا على المصريين هتزيد من المعاناة المالية للمصريين العاديين اللي هم الطبقة 70% اللي هيروحوا ينتخبوه. زي ايه؟ زي تعويم الجنيه، خفض قيمة العملة المحلية، وده بالتبعية هينعكس على المصريين
اللي هتنخفض القدرة الشرائية بتاعتهم بشكل كبير جدا. بتقول كمان انه في بعض الناس بتقول انه في سياسيين من النازلين في الانتخابات ابرموا صفقات مع السيسي عشان تجميل المشهد، لكن على الجانب الاخر في اتنين من اللي بيحاولوا ينزلوا او يترشحوا بشكل رسمي قالوا الول ستريت جورنال ان هم بقالهم اسبوع بيحاولوا يلموا توكيلات شعبية لكن في مشاكل، واجهوا عرقلة جسدية من جانب الشرطة، مسؤولين أمنيين بملابس مدنية وأشخاص أعلنوا دعمهم لعبد الفتاح السيسي. بالمناسبة ده حصل مع أحمد طنطاوي النهاردة في الشرقية، بيقولوا تم الاعتداء عليه أو محاوطته بناس رافعين صور السيسي. بعدين بتنقل الول ستريت جورنال عن محمد لطفي وهو المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات ان كل الأجهزة الأمنية، وسائل الإعلام، المؤسسات الإذاعية بتشتغل عشان صالح مرشح واحد هو الرئيس، وأي انتخابات بيشارك فيها السيسي كمرشح لن تكون انتخابات نزيهة بالمرة. بترجع الول ستريت جورنال تقول لنا ان السيسي اصلا تولى السلطة بانقلاب عسكري في 2013 بعد ما اطاح بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي اللي كان منتخب ديمقراطيا وكان ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين. بعدها بسنة كسب السيسي انتخابات باغلبية ساحقة، بعدها باربع سنين اعيد انتخابه مرة اخرى ايضا باغلبية ساحقة، وهمش كل الخصوم الجادين عشان يقدر يمدد الفترة الرئاسية ويعدل الدستور في 2019، يقعد ل 2024 وبعدين يقعد 6 سنين كمان ل 2030. الجزء الثاني من التقرير بتاع الول ستريت جورنال بيتكلمنا فيه عن احمد طنطاوي المنافس القوي الاكثر مصداقية كما قالوا في هذا التقرير. قال ان طنطاوي بيواجه تضييقات كبيرة جدا، مش قادر ياخد التأييد المطلوب ويلم التوكيلات اللازمة، في اكتر من 80 عضو في حملته الانتخابية تم اعتقالهم. بعدين بتنقلنا وول ستريت جورنال للمشاهد امام مكاتب الشهر العقاري، فبتنقل كذا مشهد وكذا تصريح لكذا حد انه في ناس قدام الشهر العقاري بدأوا يهتفوا لطنطاوي ثم تعرضوا للمضايقة، واحد فيهم قال ان الامر لن ينتهي بهذه الطريقة وانتوا هتشوفوا احنا هنعمل ايه. بعدين فجأة ظهرت عربيات او حافلات فيها سيدات في منتصف العمر نازلين من العربية وبيدعموا السيسي، لكن وول ستريت جورنال بتقول ان عدد مؤيدي او انصار طنطاوي في المشهد ده كانوا ضعف تقريبا او يفوق عدد انصار السيسي اللي شحننهم بالعربيات. بعدين بتقول لنا انه الاحزاب اللي هي تبع عبد الفتاح السيسي، حزب مستقبل وطن، نظموا حفلات لعبد الفتاح السيسي، حماة وطن ومستقبل وطن، وكان فيها شعارات زي تحيا مصر وبنحبك يا سيسي، واتكلموا على ان دي مظاهرة تأييد لعبد الفتاح السيسي. بعدين بينقلوا عن السيدة حنان طنطاوي وهي عالمة الصيدلة في المركز القومي للبحوث المملوك للدولة في العاصمة المصرية القاهرة. قالت حنان طنطاوي ان الموظفين الحكوميين يتعرضوا لضغوط لحضور هذه الحفلات، بل ويجبروا على تسليم البطاقة الرقم القومي بتاعهم عشان يؤيدوا عبد الفتاح السيسي. وقالت ان في ناس في المركز القومي للبحوث عندها، هي تعرف كذا واحد منهم تم اجبارهم بالشكل ده وخدوا بطايقهم بالشكل ده. بعدين كمان بتنقلنا الول ستريت جورنال لامرأة ربت منزل قالت ان هي ومعظم الناس اللي نزلوا من الاتوبيسات بتاعت السيسي كانوا بيحضروا من اجل المال والمزايا الاخرى، من غير ما تقول ايه المزايا الاخرى. بتختم التقرير بعبارة مهمة جدا بتقول لك ليه الناس الغلابة دول نزلوا. هذه السيدة قالت لول ستريت جورنال احنا ناس فقراء بنهتم ان احنا نأكل عيالنا لا اكتر ولا اقل، ورفضت تقول اسمها عشان خافت من الاعتقال والتنكيل. قالت يا بيه هم بياخدونا من بيوتنا عشان نحضر الحفلات دي ونأيد الرئيس. ده كان تقرير الول ستريت جورنال اللي بيتكلم عن الاعتقالات والصداقات، كيف يهندس السيسي فوزا اخر في انتخابات الرئاسة القادمة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، سبسكرايب للقناة، فعل الجرس عشان توصلك كل الإشعارات، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.